نأكد أن المزرعة دي حقتنا نحن سويناها برانا وحنواصل فيها برانا لغاية النهاية، وحيقعدوا يناقشوها السودانيين وحيقدروا يستكملوا نقاش فيها السودانيين وحيطلعوا التوصيات بتاعتها ونتائج السودانيين. نحن برضو بفرصة أن نطلب من أخواننا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور أنه السودان الآن يمضي بخطى حسيسة لوضع أسس حقيقية لبناء دولة ديمقراطية تلتزم بالمعايير اللي كل زول داير يشوفها موجودة لمستقبل أجيالنا ومستقبل بناتنا ومستقبل بنات أولادنا. أتوقع من شركاء هذه الورشة أن يكونوا قد ألموا إلمام تام من قانون القوات المسلحة، بالعقيدة العسكرية من أين تستنبط، بالاستراتيجية القومية الشاملة، بكثير من الأمور التي نحتاج أن نضع اللبنات الصحيحة لكي نتمكن من وضع الأسس التي سنتشارك فيها جميعا لبناء قوات مسلحة سودانية مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، تستطيع أو يوكل إليها فقط حماية الدولة السودانية وحماية أمنها دون الزج بها في أي معترك يخص العمل الداخلي أو عمل الأمن الداخلي أو المشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة التنفيذية والحكومة المدنية منها.